بيكم معانا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة. حبايبي كل اللي بيبعتولي شكرا ان الميعاد الجديد عجبكم، وكل الناس اللي بتبعتلي اسئلة عن البرنامج الفترة الجاية. البرنامج هياخد ان شاء الله شكل كبير وجديد ومختلف ولذيذ، بس انتوا عارفين ان انا ما بحبش اعمل الحاجة وانا مش مقتنعة بيها 100%، وما بحبش اعمل الحاجة نص نص، احب استنى شوية لحد ما اعمل الحاجة مظبوط جدا. دي اول حاجة. تاني حاجة، في فقرات كتير جديدة وان شاء الله هتكون مفيدة جدا جدا جدا، لكن معتمدة على الدبلومة اللي انا باخدها دلوقتي، فانا بس منتظرة اني اخلصها، والحقيقة انها صعبة شوية فمحتاجة شوية تركيز، فمعلش استسمحكم في الفترة دي، لكن اللي جاي ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا وهيفيدكم قوي قوي قوي. يعني انا حبيت بس اقول لكم كده في بداية الحلقة عشان تعرفوا ان انا متابعة الرسائل ومهتمة بيها. طيب النهاردة إن شاء الله هنعمل بتنجان مشوي بصوص الأعشاب الكريمي، لطيف قوي قوي، حاجة ميكس كده ما بين البابا غنوج وسلطة البتنجان، بس لذيذ. هنعمل كمان سلطة الكينوا، وانتوا عارفين ان الكينوا من الحبوب المفيدة جدا جدا جدا، مليئة جدا بالبروتين ومشبعة جدا جدا. الاول كانت غالية ومش متوفرة في كل الاماكن، لكن دلوقتي بقت متوفرة وسعرها بقى اهون كتير من الاول، فارجو انكم تبتدوا تدخلوها في الدايت الغذائي بتاعكم وبتاع ولادكم. هنعمل كمان مع بعض مكرونة بصوص الحمص، لذيذة قوي قوي قوي. الأكلات النهاردة كلها نباتي خفيفة أرديحي لطيفة جدا جدا. هنعمل مع بعض كمان من وصفات الترندو، دي من الفقرات الجديدة عندنا في البرنامج، والوصف ومن الفقرات اللي عاملة تفاعل جامد جدا جدا، وخاصة طبعا على السوشيال ميديا. بس أنا دايما بحاول إن احنا نمزج ما بين السوشيال ميديا، نجيبها للتلفزيون والعكس صحيح، عشان نبقى مكتملين. فطبعا كل فترة بيظهر على السوشيال ميديا وصفات بتضرب كده وتجو فايرل وتبقى ترند فظيع، فعندنا من الوصفات دي النهاردة الفلات كرواسون، أو الكرواسون اللي بيتعمل بيتضغط وياخد صوصات مختلفة، هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة لذيذة جدا جدا. وأول وصفة هنبدأ بيها مع بعض النهاردة هتكون وصفة البتنجان المشوي بصوص الأعشاب الكريمي، ودي ميكس كده ما بين سلطة البتنجان والبابا غنوج، بس لذيذة قوي قوي قوي. عشان نعملها محتاجين بتنجان رومي مشوي، محتاجين زيت زيتون، بهارات إيطالي، تقدروا ترجعوا للحلقة تعملوها في البيت أو تشتروها جاهزة من عند العطار أو من السوبر ماركت. عندنا بودرة الثوم، عندنا ملح وفلفل، للصوص عندنا طحينة وزبادي، ملح وفلفل وعصير ليمون، عندنا توم باودر، عندنا فلفل أسود، وعندنا شطة وزيت زيتون، وللتقديم عندنا ريحان وبقدونس ونعناع. طبعا الوصفة دي تقدروا تقدموها البتنجان يكون صحيح أو يكون قطع أو يكون مهروس خالص، يعني معمول غموس كده في الكبة، أو يكون نص طحنة، كل ده ينفع وبيبقى لطيف جدا. كمان البتنجان ده تقدروا بعد ما تعملوه تحطوه على شوية من المكرونة المسلوقة، فيبقى أكنه صوص للمكرونة، بيبقى برضو لذيذ جدا، بس ساعتها طبعا هتخففوه شوية بمية سلق المكرونة. النهاردة أنا مش مستخدمة لحوم، لكن طبعا اللي عنده معلقتين عصاج وعايز يحطهم يعمل كده، اللي عنده صدر فرخة وعايز ينسره ويحطه يعمل كده، بس أنا النهاردة مش مستخدمة لحوم. نقول بقى بسم الله، وناخد هنا زيت، أي زيت، زيت زيتون، زيت ذرة، اللي يعجبكم. طبعا التوم اللي انا مستخدماه هنا توم بودرة، لكن انتوا تقدروا تستخدموا توم فريش مفروم. حاسه محتاجه اني انسره لانه صحيح قوي. طبعا في ناس بتحب تشيل البذر من البتنجان، انا مش من الناس دي خالص. انا اي بذر في اي اكل بحبه، يعني بحب بذر الرمان، بحب بذر الجوافة، يعني مش بتضايق منهم. فطبعا اللي حابب انه يشيلهم قبل ما
يفصص البتنجان يعمل كده عادي خالص. هي القطعة بتاعت البصو، القطعة بتاعت البذر بتكون كده كده لوحدها يعني، يعني قصدي متجمعة مع نفسها، فهتشيلوها بمنتهى السهولة، بس أنا مش بحب أشيلها بصراحة، بحس إن كل حاجة ليها نكهة وليها فايدة وليها قوام بتفرق جوه الوصفة. لكن اللي عايز يتخلص منها يعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الزيت هنبتدي ننزل بقى بكل المنكهات. ادي البهارات الايطالي، ادي الملح، ادي الفلفل الاسود، شطه او بابريكا او الاثنين مع بعض، ثوم بودره. طبعا هنا مش عايزه التوابل تتلسع، اول ما اشم ريحتها زي ما انا شمتها دلوقتي كده اقوم نازله بالبتنجان. طبعا زي ما قلت ممكن تنعموه خالص خالص، ممكن تضربوه نص ضربه، وممكن تسيبوه قطع كبيره كده زي ما انتوا عايزين، حسب انتوا عايزين تاكلوه ازاي. يعني مثلا ده هيتاكل بالعيش، حد تاني او بالرز او بالمكرونه، حد تاني عايزه يبقى صوص مكرونه فهينعمه خالص، حد تالت عايزه يبقى غموس عشان عايز ياكله بالجزر والخيار او بالعيش المحمص او بالبقسماط. اوكي كله حلو. طبعا ازاي اصلا شوينا البتنجان اللي عنده نار غاز، يعني مش كهربا زي اللي عندي سيراميك كده، يحط البتنجانيه بعد ما تتغسل وتتقشر بنغزها بالسكينه ونحطها على النار ونفضل نقلب فيها لحد ما تتشوي، نحطها في كيس واول ما يعرق نبقى نبتدي نقشره. نفس الكلام بالظبط بس في صاج او صينيه جوه الفرن لو انتوا عندكم البوتاجاز كهربا، او لو مش عايزين توسخوا البوتاجاز وعايزين تشتغلوا في الفرن. سخن البتنجان مع كل المكونات، انزل عصره الليمون، طحينه خام، زبادي، الساور كريم او اللبنه هيبقوا لطاف قوي هنا مكان الزبادي برضو، ونحط من الاخضرات بقى شويه، ادي شويه بقدونس او كزبره مش هتقول لا برضو، وادي الريحان، وادي النعناع الاخضر. قليل قليل كده هيدوله نكهه وريحه لذيذه قوي قوي. الريحه هنا خطيره. طبعا عايزين تحطوا بدل البهارات الايطالي شويه كمون وشويه كزبره ناعمه قوي قوي، برده هتبقى حلوه جدا جدا. لكم ان تتخيلوا بقى يا جماعه، عملوه بقى معامله البطاطس البيوريه، يعني لو انتم مش عايزينه يبقى نباتي، عايزين حته سمك مشوي، حته لحمه مشويه، حته فرخه مشويه ويتاكل مع البتنجان ده بيبقى خطير. عايزين تزودوا كميته وتحطوا بطاطس مسلوقه ومهروسه بيبقى خطير، يعني يطلع منه مليون حاجه كالمعتاد زي ما احنا دايما متعودين. بس كده هرفع بقى من على النار هدوق. هو احنا قلنا هنقدم ده في ايه يا ولاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الذاكره بتسلم عليكي، طلعت اجازه وقبل ما تطلع اجازه بعتت لك السلام. اي والله ده لا مش الذاكره لوحدها. ده الذاكره والسمع. ماشي ماشي، حصل خير حصل خير، استوري عليا. يلا بينا. طعمها حلو قوي قوي قوي. انا بقى بالنسبه لي شويه عيش محمص، وسيبوني بقى مع الطبق. انا ممكن اعيش على الحاجات دي اللي هي ما يطلق عليها النواشف اللي ما فيهاش لحوم، ممكن اعيش عليهم عادي، نكهتهم جميله قوي. انا بقى اجيب وقت التقديم، مستخسر اسيب اي حاجه. وقت التقديم قلنا جايبه ايه بقى؟ أم جايبه درزل زيت زيتون او زيت ذره هنا كده، واقوم جايبه الريحان
بقوم عامله كده بس، خلاص تحفه، جربوها مش هتندموا، لذيذ قوي قوي طعمها قوي. طبعا اللي مش حابب يحط شطه ما يحطش شطه، الموضوع اختياري. نودي هذا الطبق هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده اول طبق عندنا النهارده خلص، اللي هو طبق البتنجان المشوي بصوص الاعشاب الكريمي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل وصفاتنا، استنونا. بيكوا بعد الفاصل. بصوا بقى، طبعا اي حد متابعني عارف عشقي للمكرونه، واعتقد ده عشق الكبير والصغير. المكرونه من الحاجات اللطيفه جدا، اولا ما بتاخدش وقت خالص، ثانيا موجوده عندنا في كل البيوت، ولو مش موجوده في كل البيوت في كل الوقت موجوده عند كل البقالين اللي تحت البيت واللي على ناصيه الشارع، ففي اي وقت نقدر ان احنا نوفرها، موجوده عند العطارين سايبه. بتقبل اي حاجة، يعني انا من اول ما بدأت لحد دلوقتي عملت حلقات وحلقات وحلقات عن المكرونة، عملت مكرونة بالشوكولاتة، عملت مكرونة حلوة، عملت مكرونة حادقة، هي من الحاجات اللطيفة جدا جدا جدا، كمان مغذية وبتشبع وبتقعد الواحد فترات طويلة وهو شبعان. لطيفة جدا جدا، انه زي ما احنا هنعملها النهاردة كده، هعملها بصوص الحمص، اعملها بصوص الخضار، اعملها بصوص البتنجان، اعملها بالفراخ، اعملها بالبحريات، اعملها باللحمة، اعملها قرديحي، كله حلو. فالنهاردة هنعمل المكرونة بصوص الحمص. هنحتاج لها بصل مفروم، جزر، ثوم، حمص، عندي نوعين، عندي مهروس وعندي صحيح او حب، يعني عندي زعتر وريحان وبابريكا وروزميري وشطه، طماطم مبشوره، صلصه طماطم، عندي مكرونه فرن مسلوق، وللتقديم عندي ريحان اخضر او ريحان فريش، يعني مش مكتوب زيت، بس اكيد انا هستخدم معلقه زيت للصوص او معلقه زبده او معلقه سمنه او يعني اي حاجه علشان بس نعمل فيها الصوص. تقدروا تعملوا الصوص بطريقتين، الطريقة الأولى انكم تستخدموه خضار زي ما هو، الطريقة الثانية انكم تهرسوه فيبقى صوص صوص زي الصوص الأحمر اللي بنستخدمه، صوص المارينارا ده، حاجة ترجع لكم. ادي معلقة الزيت، وكالعادة أول حاجة ببدأ بيها البصل، وكالعادة طالما نزلت بالبصل يبقى كل التتبيلة هتتحط مع البصل، ملح، فلفل اسود، زعتر، روزميري، شطة، ثوم. بعد ما احرك الزيت مع التوابل والبصل واتاكد انه سخن، انزل بالثوم. اللي مش عايز يستخدم ثوم وبصل فريش يستخدمهم باودر، بس طبعا المده هتقل على النار لان الباودر طبعا بيتحرق اسرع من الفريش. جزر انا مقطعاه صغير قوي عشان ما ياخدش معايا تسويه ويعطلني. وأقلب. يطرى. انزل بالطماطم المبشورة بدون القشر بتاعها. بنعملها ازاي يا أميرة؟ قدامكم حل من الاتنين،
يا اما تقشروها وتحطوها في الكبه، يا اما تقسموها نصين بالقشره بتاعتها بعد غسلها طبعا، وتاخدوها على المبشره لحد ما توصلوا للقشره، ترموا القشره وتخلوا بالكم من ايديكم طبعا في كل الحالات. بعدين انزل بالصلصه، بعدين انزل بالحمص. الحمص بقى عملنا فيه ايه؟ يا اما جبناه وغسلناه ونقعناه وسلقناه وبعدين هرسناه يدويا، يا اما جبناه علبه مهروسه جاهزه زي ما انتوا عايزين. الاسهل لكم، الاوفر لكم، اللي تحبوه. طبعا تقدروا تزودوا في الحمص زي ما انتوا عايزين، بس انا عايزه الحمص مع الخضار، لكن لو انتوا عايزين الحمص طاغي على الخضار تقدروا تعملوا كده. طبعا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط نص كوبايه ميه سخنه مغليه من الكتل، طبعا التنعيم بتاع الصوص هنا هروح بس بعيد عن النار شويه لانه بيطرطش جامد وهو اوريدي سخن مش محتاج نار تحته. التنعيم بتاع الصوص هنا هيبقى حسب الرغبه، انا بحب اسيب فيه شويه قطع، في حد تاني عايزه انعم، في حد تاني عايز يصفيه ويخليه ناعم خالص خالص، طبعا دي حسب الرغبه. بالنسبه لي على ذوقي الشخصي الكثافه دي كويسه جدا. هقوم بقى منزله المكرونه اللي احنا سلقناها في ميه كتير وملح كتير وصفيناها من غير ما نشطفها وما حطيناش عليها زيت في ميه السلق، لكن لو هنسيبها فتره بعد التصفيه بنحط لها قليل من الزيت، واخر حاجه بنزلها عليها بتكون حبوب الحمص، وبالنظر كده انا محتاجه ملح وفلفل. وبرده زي ما دايما بقول لكم الواحد يعني مفيش حد بيتولد بيعرف يعمل حاجه، كلنا بنتعلم وكلنا بنعيش ونتعلم ونزيد ونتعلم، واول ما حد يقول انا خلاص اتعلمت او وصلت للقمه او بقيت اعرف كل حاجه هو ده بدايه الايه؟ النزول على طول. فبالخبره بعد شويه من الشغل في المطبخ، مش لازم تكون شغلتكم يعني من الطبيخ في البيت حتى، هتلاحظوا انه انتوا بالنظر وبالشم بتقدروا تعرفوا الحاجه محتاجه ايه، استوت ولا لسه كده. يعني كلنا الاول كنا نتخانق مع امهاتنا ربنا يديهم الصحه وطولة العمر ويرحمهم اذا كانوا فاتونا، انه اديني الوصفه بالظبط، لا انا بشتغل بالويم. لحد ما بقينا احنا كمان دلوقتي بنشتغل بالويم. هنبتدي نغرف، ومش هننسى واحنا بنغرف الصينيه اللي احنا حاطينها عشان ما ننساش. هنزينها برضو بالحمص، حبوب الشطه، وورق الريحان. وزي ما بنفكر بعض دايما دايما، ساعد تتساعد، طبق زياده تهاد وتحب. اهو زي ما بفكركم كل مره انه
واحنا في السوبر ماركت بنشتري الحاجات، اي حد بيساعدنا في الشنط او في التحضيرات او كده، إزازة مية من السقعة، واحدة شوكولاتة، واحدة آيس كريم، واحدة عصير، نفس الكلام كل الايتمز دي تقدروا تحطوها في التلاجة عندكم في البيت. كل حد جايب لكم أوردر، كل حد بيساعدكم ونازل مروح في الحر تقدروا انكم تهدوه. حاجات بسيطة بال يعني الجودة بالموجودة زي ما بيقولوا، بالمتوفر عندكم باللي تقدروا عليه، بس بتفرق كتير جدا 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 كأثر على اللي قدامكم. شوية حمص، شوية شطة، ورق ريحان، بس كده. نظف أطراف طبقي، وبس كده عملنا مع بعض المكرونة بصوص الحمص، وعملنا مع بعض البتنجان المشوي، وهنطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض سلطة الكينوا. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل، تعالوا نعمل مع بعض السلطه. وزي ما قلت لكم وزي ما دايما بقول وزي ما كنت دايما بقول، اول ما بدات اشتغل بالكينوا، اول ما بدات تظهر في مصر وكانت مستورده، والحقيقه كان سعرها عالي، ولكن دايما دايما بنحرص في سفرة عامه وفي اميره في المطبخ خاصه ان احنا دايما نبقى سابقين بخطوة، انه دايما يبقى عندنا الجديد، ان دايما نلفت نظركم لما هو غير تقليدي ومعتاد، حتى في الادوات، حتى في كل حاجة بنحاول دايما ان احنا نكون مواكبين الاحداث وسابقين بخطوة دايما. فدايما لما كنت ببقى حريصة على الموضوع ده، اول ما الكينوا نزلت واشتغلنا بيها ما كانتش معروفة خالص، ما كانتش موجودة في المطاعم، ما كانتش موجودة على المنيوهات، ولكن دلوقتي بقت منتشرة، وأنا دي حاجة بكون سعيدة بيها جدا جدا. الكينوا البني هي اللي بالغلاف بتاعها اللي مش متقشرة، الخام الرو، والبيضة هي نفسها بس متشال من عليها القشرة الخارجية البني دي. طبعا أي حاجة بقشرتها أفيد من المقشرة على طول الخط يعني، اوكي. في كياس بتتباع بني بس، في كياس بتتباع بيضه بس، وفي كياس بتتباع ميكس كده مع بعضها اللي انتوا حابينه. بنعمل بيها ايه؟ بنجيبها بننقعها شويه بميه النقع، بنسلقها، يفضل ان احنا ما نهدرش من ميتها، فنحط لها ميه على قد ما تحتاج علشان ما نضيعش من القيمه الغذائيه بتاعتها. بنرش لها شويه ملح، وبعدين نبتدي نستخدمها. عشان نعمل السلطة عندنا الكينوا مسلوقة، عندنا فلفل أخضر مفروم، فلفل أحمر رومي الاتنين مفرومين، جبنة فتة، زيت زيتون، خل التفاح، ملح وفلفل وبقدونس. عندي شوية إضافات ممكن إضافتها للسلطة دي عشان نغنيها زيادة، هتكون عبارة عن حمص صحيح مسلوق، بنجر مسلوق، زيت زيتون اسود وزيتون اخضر مخليين، وطماطم تشاري وافوكادو وعصير ليمون، ودول اختياري. كالمعتاد في اي سلطه، الدريسنج الاول زيت الزيتون، زيت ليمون، خل، ملح، مش كتير بقى ملح عشان عندي زيتون، فلفل اسود. اول حاجه بنزلها الكينوا، ويفضل تكون دافيه عشان تاخد مني الدريسنج وتاخد الطعم كويس قوي. بعدين كل المقادير، ادي الفلفل الرومي الاخضر، وادي الفلفل الرومي الاحمر، وادي شويه البقدونس، وادي الطماطم التشيري المتقطعه ان صوص، واحدتين
زيتون اسود، واحدتين زيتون اخضر، واحدة افوكادو. للناس اللي بتسأل ندخل الافوكادو لولادنا ازاي، علبة حمص او كوباية حمص مسلوقة لو هتسلقوه في البيت يعني، واحدة بنجر كبيرة مسلوقة ومتقطعة مكعبات، قلب قلب قلب. دي وجبة يعني، دي وجبة 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 محترمة جدا. عندي بقى واحدة سلمون مشوية هحطها، واحدتين جمبري مشويين هحطهم، صدر فرخة مشوي هحطه، حتة ستيك مشوية هحطها، ماشي الحال. ما عنديش، دي وجبة ووجبة محترمة جدا. نقدم هنا، بسم الله. خلي بالنا بس من هدومنا ومن ايدينا وكده عشان البنجر يعني مش بيهزر في موضوع البقع ده، بس هو يستاهل اي حاجة الصراحة، طعما وفايدة. حطيناه كده، حلو قوي. هقوم جايبة السكينة وابتدي بس ايه اقطع الجبنة عشان احطها على، طبعا جبنة بيضة، جبنة رومي، جبنة تشادر. مش الناس اللي مش بتاكل جبن ما يحطوش جبن خالص، مفيش مشكلة، مفيش حاجة إجباري في الموضوع، هي فكرة سلطة مفيدة اعملوها بالطريقة اللي تناسبكم. بس كده عملنا سلطة الكينوا، عملنا البتنجان الكريمي، عملنا المكرونة بصوص الحمص. هنطلع فاصل ونرجع لسه وصفة الترند بعد الفاصل، استنونا. بيكوا بعد الفاصل. انتوا عارفين ان انا عيله صغيره قوي في الحاجات دي وبحب الحاجات دي، انا اساسا اشوف الحاجات دي على السوشيال ميديا اقوم بسرعه اعملها. الوصفه الترند بتاعت النهارده هتكون الفلات كرواسون، عشان بس لما تسيرشوا عليها على السوشيال ميديا، او الكرواسون المضغوط. فبيتعمل ازاي؟ بنجيب كرواسون جاهز ويكون ساده، بنجيب زبده بس كده، خلاص نقطه نقطه. عايزين بقى تروحوا للترند قوي، عندنا بقى زبدة فستق، عندنا شوكولاتة بيضة، عندنا شوكولاتة خام، عندنا الشوكولاتة القابلة للدهن اللي هي الشوكولاتة البندق، عندنا زبدة بسكوت القرفة، ممكن طبعا زبدة لوز، ممكن زبدة فول سوداني. بعد كده للسبرينكلز كده ممكن نحط سبرينكلز، ممكن نحط فستق، ممكن نحط بندق، ممكن نحط بسكوت قرفه مطحون. هي فكره اكتر منها وصفه، هي الترند دايما بيبقى كده، الموضوع في الفكره. فانتوا شوفوا انتوا عايزين تعملوه ازاي. حبايبي اصحاب المشاريع، زي ما انتوا عارفين من بدايتي انا مهتمية جدا 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 بحبايبي اللي بيكونوا عايزين يشتغلوا من البيت، عايزين يعملوا حاجة تكون مضمونة، ما تهدرش معاهم، ما يجربوش، ما تطلعش معاهم كل مرة بطريقة، تبقى حاجة بسيطة، تبقى حاجة اي حد يقدر يعملها، مش لازم حد يكون مخضرم قوي ويجيب ادوات و و و و و و و. وصفات الترند تمشي جدا طبعا مع اصحاب المشاريع، لانه بيبقوا عايزين يواجبوا هم كمان السوق والترند اللي موجود على السوشيال ميديا. وكنا بدأنا من سنين طويلة لوصفات خاصة بيهم، والفترة الجاية هنهتم أكتر وأكتر، وهيكون فقرة مخصصة إن شاء الله ليكوا بكل التفاصيل. ودايما بقول لكم إن أنا موجودة إن شاء الله، إن عشت وكان لي عمر وربنا قدر لي 24 ساعة على السوشيال ميديا بتاعتي، للرد على كل أسئلتكم واستفساراتكم اللي ممكن ما أقدرش أقولها هنا عشان الأسعار والأماكن الشراء وأسامي الماركات وحاجات زي كده. ماشي، يلا بينا يلا بينا. عندي هنا
ساندوتش ميكر سخن، هاخد زبدة وأدهن بيها هذا الاختراع. خلي بالي بس عشان مش عايزة أجرحه. زبدة وبعدين أجيب قطع الكرواسون. لذيذ قوي ده على فكرة للكرواسون البايت بقى، يعني جبنا كده ومحدش كلو ونقوم ايه مستخدمينه في الوصفة دي. وهقوم دهنة الناحية التانية اللي هقفلها عليها، مش كتير بس يعني يبقى فيه كده طعم ولون وريحة الزبدة. فأنا حطيت على فكرة ما جبتش لسه معلقة كبيرة، كل اللي أنا حطيته ده وهقفل. بسم الله. عادي اللي وقع ده هاخده تاني عادي، ما يشغلكوش. ايوه حلو. يبقى خدنا الزبده ودهنا بيها فوق وتحت وقفلنا عليه. اتاكد بس ان انا ايه، بصوا عشان لازم الطلعه الاولانيه دي اتاكد ان هو بقى فلات. هي القصه في كده. بعدين نقطة مهمة جدا جدا للي هيعمل الوصفة دي سواء كان لمشروع او لا، انه لازم تطلعوا لو هتحطوا شوكولاتات وكده لازم تطلعوا على سيليكون باد او على ورق زبدة، والا لو طلعتوا على الطبق على طول هيلزق فيه. اوكي اوكي انا يعني بما انه وصفة ترند وكده فحبيت ان انا اجيب ورق كده برضو شكله ترندي وحلو. خلاص الكرواسون خلص بس انا ايه بحاول اخد شكل حلو منه علشان بصوا بصوا الجمال، شايفين اللذاذة. هنقوم عاملين ايه بقى؟ هنقوم جايبين زبدة الفستق دي اللي عاملها لي مشاكل مع هبة بقالها كذا يوم، لأن كذا يوم أنا وهبة بنتخانق بسبب زبدة الفستق دي عشان عاملين بيها كذا وصفة ترند، عمالين نتخانق. مش قلنا يا هبة هنعملها؟ فكريني كده استقرينا على إيه في الخناقة دي؟ الجمهور مش غريب يعني، عارفين كل حاجة يعني. آه ممكن نعملها؟ آه هقول لكم بقى الخناقات أصفرت عن إيه؟ أصفرت عن إن أنا وهبة اتفقنا إنه زبدة الفول، لأ مش زبدة الفول السوداني، زبدة الفستق من الحاجات اللي طالعة ترند قوي 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 ولكن غالية جدا، وهبة عندها حق في النقطة دي. فأنا عشان ديمقراطية قلت لها طب يا هبة تعالي نعملها في البرنامج. فإحنا عندنا وصفة ترند الأسبوع ده وهنعمل فيها زبدة الفستق في البيت. أصحاب المشاريع دي زبدة البسكوت فهحط عليها بسكوت، أصحاب المشاريع أو ستات البيوت اللي نفسهم يعملوا لأولادهم الحاجات اللي بيشوفوها على السوشيال ميديا بس بتكلفة أقل ينضموا إلينا إن شاء الله في الحلقة دي بإذن الله عشان يبقى كل حاجة متوفرة. واحدة حطيت عليها زبدة الفستق وحطيت عليها سبرينكل فستق، والتانية عملتها بزبدة بسكوت القرفة وحطيت عليها بسكوت قرفة، ودي عملتها بالشوكولاتة القابلة للدهن وهحط عليها بندق. بيتباعوا بفلوس كتير قوي قوي قوي، مش محتاجه ان انا اقول يعني. ها ودي شوكولاته غامقه اللي هي الخام يعني الدارك شوكليت، طبعا مش محتاجه اقول لكم مش لازم اعلى 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 جوده بس لازم حاجه جودتها كويسه عشان تاخدوا نكهه كويسه. هجيب شوكه او معلقه اخد درزل من الشوكولاته البيضه. كل الحاجات دي تقدروا انكم تسيحوها في المايكروويف او تسيحوها في الحمام المائي. شايفين اللذاذة؟ الموضوع بسيط سهل
ما فيهوش حاجة لكن نقدر نعمله لضيوفنا، نقدر وإحنا رايحين لحد ناخده معانا، نقدر لو إحنا مستضيفين أصحاب الولاد، نقدر لو إحنا عاملين عيد ميلاد للولاد تقدروا كمان تعملوه بالكرواسون الصغير الميني. نقدر كمان نعمل منه مشاريع بمنتهى السهولة، ونجيب علب ونحط الورق الزبدة ونقيم الموضوع ونبيعه، وإن شاء الله بإذن الله في الفقرات الجاية بتاعة المشاريع هكلمكم شوية عن موضوع التغليف والموضوع بتاع التكلفة، حساب التكلفة، عشان الموضوع ده جالي كتير جدا جدا من أصحاب المشاريع، وأنا بلم كل الأسئلة اللي انتوا بتبعتوها لي علشان نشتغل عليها وعلى إجاباتها مع بعض إن شاء الله، عشان ما يكونش ناقصكم حاجة انكم تبدأوا وتسعوا، وإن شاء الله على الله التسهيل والتدابير والرزق بإذن الله، وربنا يوسع أرزاقكم جميعا يا رب. تعالوا معايا بقى هنا، شفتي بقى يا هبه انها تستاهل التكلفه والخناق اللي احنا عمالين نتخانقوا بقى لنا 10 ايام بنتخانق. على فكره هو ده بس كده؟ طب قولي كده من 10 ايام كنت اختصرت الخناقه الطويله دي. طيب احنا المناقره اللي بتشوفوها ليا انا وهبه دي ان احنا دايما بنبقى عايزين نطلع باحسن حاجه، دايما عايزين نطلع بحاجة مميزة ومختلفة، مختلفة حتى عن بقية حبايب قلبي والبرامج اللي موجودة على سفرة واللي بره سفرة واللي على التلفزيون واللي على السوشيال ميديا، بنبقى دايما عايزين نجيب لكم أحسن حاجة ونجيبها ونمصرها ونطلع منها أفضل حاجة ممكنة. فهتلاقوا دايما في زي ما في منافسة شريفة ولصالح المشاهد على الشاشة، في برضو هات وخد بيني وبين هبة كده طول الوقت على الواتساب علشان الحلقات تطلع بأفضل صورة وبأفضل حاجة طبعا لصالحكم في الأول وفي الآخر. دي كانت الوصفات والأفكار اللي عملناها مع بعض النهاردة اللي بتمنى أنكم تكون عجبتكم، وطبعا الاسبوع ده كله ان شاء الله فيه وصفات ترند، لان مش دايما بيبقى فيه وصفات، لكن الاسبوع ده فيه وصفات كتير ودايما بنبقى عايزين نلحقها قبل ما الترند يروح. طيب عملنا مع بعض اول وصفه كانت بتنجان مشوي بصوص الاعشاب الكريمي. بعد كده عملنا مع بعض سلطة الكينوا. بعد كده عملنا مع بعض مكرونة بصوص الحمص. آخر وصفة عملناها مع بعض كانت وصفة الترند، عملنا من وصفات ترند السوشيال ميديا وصفة الفلات كرواسون أو الكرواسون المضغوط مع تشكيلة من الصوصات، عملنا الشوكولاتة الخام مع الشوكولاتة البيضاء، عملنا زبدة الفستق مع الفستق، عملنا شوكولاتة قبلة للدهن مع البندق، عملنا زبدة بسكوت القرفة مع فتافيت من بسكوت القرفة. بتمنى تكون كل الوصفات عجبتكم، بتمنى يكون دايما المعلومات والفقرات الجديدة بتنول رضاكم، وأكيد بتمنى متابعتكم على سفرة. استنونا.